ضيفنا النهاردة مصنف من أكبر وأحسن مصورين في العالم. إيه الكيمياء اللي بينك وبين الكاميرات الجديدة؟ التكنولوجيا الحديثة سهلت كل حاجة. الحلم ده اتأخر كده ليه؟ المجلات من الحاجات المكلفة جدا، بيبقى وش في منتهى الجمال بس زي قلت مش معبر. يوسف شاهين كان يجي يقول لي أنا عاوز جنونة من جنوناتك. أنت بتتخيل اللي بتصوره. يعني إيه مدير تصوير ويعني إيه مدير إضاءة؟ واحد.